وفي محافظة صعدة استنكر مكتب التربية في وقفة احتجاجية استهداف الطلاب والطالبات والمدارس التي كان آخرها قصف طلاب مدرسة الفلاح بمديرية نهم. استنكارا لجرائم العدوان السعودي وخاصة جريمة مدرسة الفلاح في مديرية نهم والتي استشهد فيها 5 طلاب ووكيل مدرسة والتي من بينهم الطفلة إشراق. مكتب التربية في محافظة صعدة يقف وقفة احتجاجية يدين فيها ويستنكر استهداف الطلاب والطالبات والمدارس من قبل مقاتلات النظام السعودي وخاصة طلاب مدرسة الفلاح بمديرية نهم. تلك الجريمة البشعة والتي اهتزت لها مشاعر كل اليمنيين عندما يقصف طلاب المدارس وهم ذاهبون إلى أماكن تعليمهم. تأتي هذه الوقفات في نطاق احتجاجات الشعب اليمني على الجرائم المتكررة من قبل العدوان لما يقومون به من استهداف مباشر للمدارس والأبناء والطلاب ولشعبنا اليمني عامة. ولكن أنا نقول لهم مهما عملتم سنظل صامدون، سندرس، سنبني، سنربي. هذه الوقفة الاحتجاجية التي عبر فيها المحتجون عن استيائهم لما يقوم به العدوان من استهداف متعمد للطلاب دون أي حرمة للدماء ولأماكن التعليم وارتكابه لأبشع الجرائم التي يعجز الإنسان عن وصفها. ومن تلك الجرائم ما تعرض له القطاع التعليمي قبل عدة أيام في مديرية نهم محافظة صنعاء من استهداف جبان وغادر في ضرب طلاب وطالبات ومعلمي مدرسة الفلاح. المحتجون يدعون المنظمات الدولية والتي تدعو إلى احترام حقوق الأطفال أن ترفع عن أطفال اليمن هذا العدوان الغاشم الذي يقتل الأطفال وهم في طريقهم إلى أماكن تعليمهم في ظل صمت دولي ظلما وعدوانا. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة. كما دشن مكتب التربية